أوكي، هنا عندنا simple review أو مراجعة سريعة وبسيطة على بعض المفاهيم المتعلقة في الـ OOP. فهنا عندنا مثلا مفهوم الـ encapsulation أو التغليف. إيش نقصد فيه؟ نقصد في التغليف بشكل بسيط هو منع الوصول إلى محتويات الـ object بشكل مباشر، تمام؟ منع الوصول إلى محتويات الـ object بشكل مباشر، أوكي؟ حفاظ على الخصوصية وحفاظ على الأمان وزي كذا. شلون؟ طيب، عن طريق انه نعرف الـ access modifier private، صح؟ فحنا من جافا 2 كنا لما ننشئ كلاس اسمها student، اوكي، او اي كلاس اخرى، لما اعرف متغيراتي كـ public، مثلا هنا كان عندي public name، اوكي، مثلا، وكان عندي private age، اوكي، وقت ما اجي انشئ object من الكلاس student، راح اقول student مثلا S1 تساوي new student، اوكي، الى اخر التعريف. فالان لو قلت S1 dot وابي اصل الى محتويات هذا الاوبجكت، سواء attributes او حتى ميثودات، فهنا راح تظهر معي فقط العناصر والممبرز المعرفه كpublic، اما العناصر المعرفه كprivate فما راح تظهر معي. وهذا هو المقصود بالencapsulation، هو إني أمنع الوصول إلى محتويات الأوبجكت الداخلية المعرفة طبعاً كبرايفت. لما أعرف العنصر كبرايفت فما راح أقدر أصل له بشكل مباشر عن طريق الأوبجكت، إنما كنا نستخدم اللي هي السترز والجيترز، صح؟ للحفاظ على الخصوصية والحفاظ على الأمان. فهذا هو المقصود بالإنكابسوليشن. سو حنا نستخدم أساساً هذا المفهوم سواء كنا عارفين إنه اسمه إنكابسوليشن أو نوت. فحنا نعرف أحياناً public وprivate بحسب احتياجنا، ونعرف سترز وجيترز على أساس أقدر أصل إلى هذا المتغير دون إني أصله بشكل مباشر عن طريق الأوبجكت. فقال لكم هنا إنه our implementation provides a proper encapsulation. طبعا يقصد بـ our implementation اللي هو الimplementation السابق اللي شفناه في كلاسنا تبع الباج. صلحنا كلاس اسمها array bag تعمل implementation للانترفيس اللي اسمها bag، وعرفنا بداخلها مصفوفة من التايب object سميناها items وعرفناها كبرايفت، صح؟ عرفنا كذلك متغير اسمه num items كانتجر، وعرفناه كمان ك access modifier private، ومجموعة من الميثودات ك public. So قال لكم a key principle of object oriented programming، مفهوم أساسي طبعا عندنا في object oriented programming اللي هو encapsulation، كذلك ممكن نعرفه ونسميه بالinformation hiding أو إخفاء المعلومات، واللي هو بشكل بسيط تعريفه وكيفيته كالتالي: we prevent direct access to the internals of an object by making it fields private. بشكل بسيط منع الوصول إلى المتغيرات والمحتويات الداخلية لهذا الأوبجكت عن طريق تعريفها كبرايفت، تمام؟ بهذا الشكل الآن حنا راح نمنع لما نجي ننشأ أوبجكت من الكلاس array bag، نقول مثلا array bag أوبجكت معين يساوي new array bag، فما راح نكون قادرين على الوصول للمتغير num items والمصفوفة items بشكل مباشر، أوكي؟ وهذا هو المقصود بمفهوم الإنكابسوليشن، إني ما أقدر أصل لمحتويات الأوبجكت بشكل مباشر لأني عرفت العناصر كبرايفت، ممكن أسميه كذلك بالإنفورميشن هايدنج. ولو حبيت يعني أوفر أكسس لهذه المتغيرات المعرفة كبرايفت، فوقتها نستخدم السترز والجيترز. طيب، نكست عندنا مفهوم جدا مهم وأساسي في الـ OOP اللي هو عبارة عن الإنهيرتنس أو الوراثة. فإيش نقصد بالوراثة؟ مثلا لو قلنا إنه عندنا كلاس A، تمام؟ الكلاس A هذه تحتوي لي على محتويات أي كلاس بالحياة اللي هي عبارة عن الداتا بالإضافة إلى الميثودات. بعدين أنا جيت وأنشأت كلاس B، لاحظت إنه B لها نفس يعني الأتريبيوتس تبع A ولها نفس الميثودات تبع A، تمام؟ مع إضافات أخرى. فليش لحتى أرجع وأعيد كتابة هذه الأكواد وأنسخها ألصقها؟ هذا الشيء دائما نتجنبه حنا في البرمجة، هذا الشيء نسميه bad practice، تمام؟ الممارسة الصحيحة هو إنه ما يكون في تكرار للكود. طب وقتها وش نعمل؟ اللي راح نعمله إنه راح نخلي B ترث من A، بالتالي B راح تاخذ كل محتويات ال A، تمام؟ ال B بتصير sub class أو child بالنسبة لـ A، اللي راح تصير البارنت الأب أو السوبر كلاس. الشيء اللي حنا نعبر عنه في لغة البرمجة جافا بالكيورد extends، تمام؟ فراح نقول we can define a class that explicitly extends another class. كلاس يرث من كلاس أخرى بشكل explicitly، يعني بشكل صريح وواضح. مثلا عندنا كلاس animal،
بداخلها مجموعة من المحتويات، تمام؟ من مثلا متغير اسمه نيم، بالإضافة إلى مجموعة من المسدات مثل جيت نيم وإلى آخره. عندي كلاس أخرى اسمها دوغ. طب الدوغ أساسا نوع من أنواع الأنيمال، فطبيعي جدا إنه أي شيء في الكلاس أنيمال الكلاس دوغ كمان يحتاجه، فليش أعيد كتابة الكود؟ لا، راح أقول extends من الأنيمال، ووقتها راح يتوفر عندي الأتريبيوتس والميثودات اللي في الكلاس أنيمال، أوكي؟ وراح أوفر على نفسي بكذا وما راح أعيد كتابة الكود. هنا بس خلونا ننبه على نقطة بسيطة، ليش قال لنا explicitly extends؟ ليش قال لنا إنه نقدر نعرف كلاس يرث بشكل صريح من كلاس أخرى؟ ليش؟ هل عندي وراثة ضمنية أصلاً implicit inheritance؟ yes، لأن حنا عارفين إن الهيراركي تبع لغة الجافا هي إنه عندنا كلاس اسمها object، هي الكلاس السوبر الأب لكل الكلاسات الأخرى في لغة الجافا. أي كلاس راح يرث سواء inheritance مباشرة أو غير مباشرة من الكلاس object، لذلك هنا قالك explicitly extends، يعني أنت بإمكانك توفرين وراثة مباشرة من كلاس معين، أو إذا أنت هذا الكلاس تبعك ما كان يرث من أي كلاس، أنت قدامك تشوفين إنه هذا الكلاس ما يرث لكن ضمنيا هو extends من الكلاس object، تمام؟ بس على اساس ننبه ليش هنا قال لي explicitly، لانه اي كلاس بشكل implicit ضمني ترث من الكلاس object، تمام؟ قال لكم هنا we say that dog is subclass of animal and animal is a superclass of dog. اوكي، هذه مصطلحات مهمه تعرفنا عليها في جافا 2، واللي هو انه الدوغ يعتبر subclass، كلاس فرعيه او child بالنسبه للانيمال، اللي تعتبر السوبر كلاس او البارنت بالنسبه لكلاس الدوغ، الكلاس الاب او الكلاس السوبر بالنسبه للدوغ. Okay. قال لكم a class inherits the instance variables and methods of the class that extends. الكلاس طبعا اللي يرث من كلاس أخرى راح يرث عنها كل اللي هو الفاريابلز والميثودات، الشيء اللي راح يوفر لي إعادة كتابة الكود، ما راح أكون مضطرة إلى إعادة كتابة الكود، واللي هو مفهوم جدا مهم نسميه الريوزابيليتي أو إعادة الاستخدام، راح أعيد إعادة أو راح أعيد استخدام أكواد هي أوريدي مكتوبة أو ميثودات واللي هو أتريبيوتس أوريدي موجودة راح أستخدمها عن طريق الوراثة، تمام؟ سو هذا بالنسبة لمفهوم الإنهيرتنس. طيب نيكست عندنا اللي هو عبارة عن مفهوم البوليمورفيزم أو تعدد الأشكال. إيش كنا نقصد بتعدد الأشكال؟ تعدد الأشكال يعني شيء واحد عنده عدة تنفيذات أو عنده عدة تنفيذات. فمثلاً عندي كلاس A تحتوي بداخلها method، أوكي؟ هذا الميثود رح يكون لها عدة تنفيذات في الكلاسات الفرعية لـ A. مثلاً A كان يرث منها B وكان يرث منها C وكان يرث منها D. B عندها أسلوب معين في تنفيذ هذا الميثود، وC عندها أسلوب معين في تنفيذ هذا الميثود، وD عندها أسلوب معين في تنفيذ هذا الميثود. فحنا أساساً B وC وD ورثت هذا الميثود من الكلاس A وصلحت لها overriding أو إعادة كتابة، كل كلاس بحسب ما يناسبه. فهي ميثود واحدة وعندها عدة أشكال، فهذا هو المقصود في البوليمورفيزم. مثالاً على ذلك، مثال شهير أكيد كلنا درسناه، اللي هو مثلاً يكون عندي كلاس اسمها shape، أوكي؟ كلاس الشيب هذه بداخلها ميثود اسمها ميثود الكالكوليت اريا، احتساب المساحة. عندي كلاسات ترث من هذه الكلاس، مثلا الريكتانجل، السيركل، الى اخره، من السكوير مثلا من الاشكال، وكل واحدة لها طريقة معينة في احتساب الاريا، مش كلهم نفس الشيء، تمام؟ فعندي ميثود واحدة لها عدة اشكال في كلاسات مختلفة، هذا هو المقصود بالبوليمورفيزم. فايضا من طرق التعبير عن البوليمورفيزم هو إنه كنا نقول سوبر، طيب سوبر وبعدين يساوي سب، أوكي؟ فمثلاً لو كان عندي كلاس اسمها بيرسون، الكلاس بيرسون هذه يرث عنها كلاس التيتشر مثلاً وكلاس الستودنت. فالآن أنا لما أجي أنشأ أوبجكت من الكلاس ستودنت راح أقول نيو ستودنت، صح؟ بهذا الشكل ننشأ الأوبجكت عن طريق كلمة نيو، أوكي؟ مثلاً الكونستركتر تبعي ما كان يستقبل شيء. الآن الريفرنس، اوكي، الريفرنس تبع هذا الاوبجكت ممكن يكون ستودنت نفسه او سوبر كلاس، لا صح ولا لا؟ فانا بامكاني اخلي الريفرنس لهذا الاوبجكت ستودنت او بامكاني اخليه بيرسون، اوكي؟ هذا نسميه بوليمورفيزم. فالاوبجكت كريفرنس له كنوع له ممكن يكون من نفس الاوبجكت او سوبر كلاس لا، وهذا شيء له فوائد طبعا هنا بنعرج عليها على السريع، تمام؟ فقال لكم an object can be used wherever an object of one of its superclass is called for. بإمكاني أستخدم الأوبجكت في أي مكان أنا أقدر أستخدم فيه اللي هو السوبر كلاس له. Example على ذلك، مثلا لو كانت عندي كلاس اسمها animal
وعندي كلاس اسمها دوغ وكات وانت، هذه كلها الكلاسات الثلاثة ترث من أنيمال لأنها نوع من أنواع الأنيمال في النهاية، فأي شيء في الكلاس أنيمال هي راح تحتاجه وما راح أضطر إلى إعادة كتابة الكود. الآن لما أجي أنشئ أوبجكت من الكلاس دوغ، تمام، فكرفرنس بإمكاني أحط دوغ أو بإمكاني أحط السوبر له اللي هو عبارة عن الأنيمال، أوكي؟ هذا الشيء مفيد جدا. من أبسط الأمثلة على ذلك وقت ما أجي أنشئ مصفوفة وأبي أحط فيها أوبجكتات من أنواع مختلفة ولكن كلها في النهاية لها نفس الرفرنس ولها نفس السوبر. فمثلا أنا أبي أنشأ مصفوفة تحتوي بداخلها على أوبجكتات دوغ وأوبجكتات كات وأوبجكتات أند، وش راح أحط نوع هذه المصفوفة؟ وش راح أحط نوع هذه الأري؟ راح أحط السوبر لهم اللي هو عبارة عن الأنيمال. فمثلا هنا صلحت مصفوفة اسمها زو، النوع البياني تبعها أنيمال والسايز تبعها ب100، تمام. فالآن راح يصير بإمكاني أني أنشأ أوبجكتات مختلفة من اللي هو الدوغ والكات والآنت، وكلهم بإمكاني أضمنهم بداخل هذه المصفوفة لأنه الرفرنس تبعها والنوع المرجعي تبعها راح يكون عبارة عن اللي هو الأنيمال، فمثل ما صلحنا هنا ولكن هنا على شكل مصفوفة. فالآن صار عندي أوبجكتات مختلفة ولكن كلها لها نفس الرفرنس نفس السوبر، فبالتالي أصبحت كلها بداخل نفس المصفوفة، الشيء اللي راح يوفر علي كثير راح يعطيني كود ذا كفاءة عالية. الآن أنا بإمكاني بشكل بسيط، مثلا أنا لو كان عندي في ميثود الأنيمال ميثود أو سوري في كلاس الأنيمال ميثود اسمها سبيك، اوكي، وميثود السبيك هذه يختلف التنفيذ تبعها من كلاس الى اخرى، الدوغ عنده سبيك مختلف، الكات عنده سبيك مختلف، الانت عنده سبيك مختلف. فالان انا بامكاني بفور لوب واحده او انهانس فور لوب اني امر على عناصر هذه المصفوفه، وكل مره راح اقول الاوبجكت الحالي او الانيمال اوف الاي مثلا دوت سبيك. فالان راح يصير اذا كان نوع الاوبجكت دوغ راح يصير التنفيذ تبع الاوبجكت دوغ، إذا كان كات السبيك راح تتنفذ بناء على نوع الأوبجكت وهكذا. فوش نلاحظ إن كود واحد فقط، statement واحدة فقط اختلف تنفيذها بحسب نوع الأوبجكت، فهذا الشيء راح يوفر عليه الكثير. كل هذا شفناه في مفاهيم البوليمورفيزم في جافا 2، تمام. فقال لكم the same code can be used with the object of different types، نفس الميثود، ملاحظين شلون كتبتها مرة واحدة، قلت مثلا لفور I تبدأ من 0 إلى حد مثلا الأنيمال دوت اللينث، طبعا هذا اذا كنت معبية كامل عناصر المصفوفة على اساس ما يطلع عندي exception. كل مرة الاوبجكت الحالي اللي هو animal of i dot speak، تمام، فالانيمال الحالي مثلا كان ant، اذا راح تكون method speak بالنسبة للانت. اذا الاوبجكت الحالي كان cat، اذا speak بالنسبة للكات، وهكذا. فكود واحد فقط اختلف الامبلمنتيشن تبعه بحسب نوع الاوبجكت، تمام. فهذه الفكرة. طبعا بالنسبة لهذه المفاهيم الانهيرتنس والبوليمورفيزم الانترفيس وغيرها من المفاهيم المتعلقة بجافا 1 وجافا 2 راح نحتاج بشكل أساسي في الكورس تبعنا على المفاهيم الأساسية اللي إن شاء الله كلنا ملمين فيها، اللي هي عبارة عن اللوبات، الإف ستيتمنت، تعريف المتغيرات. أما بعض المفاهيم مثل الإكسبشنز مثلا هذه والفايلات ما راح تدخل معانا. مفاهيم البوليمورفيزم، الإنترفيس، الوراثة راح تدخل معانا ولكن بشكل جدا محدود وبسيط، لأن حنا في هذا الكورس بنركز بشكل أساسي على الداتا ستراكشر مب على تفاصيل البرمجة، تمام؟ سو ما نشيل هم التفاصيل اللي تعرفنا عليها من شوي، فقط استذكار بسيط، لكن في الكورس تبعنا راح نعتمد بشكل أساسي على المفاهيم الأساسية للبرمجة، تمام؟